Assalamu alaikum. Hi, this is me, Ms. Hadil Mayat. I'm teaching English for 7th grade and 8th grade at one of the honor schools. Today, I'm going to teach you Unit 11 for 7th grade. ماشي يا صبايا؟ اليوم حيكون وحدة 11 لصف 7. احضر الفيديو للآخر لأنه هيكون في آخر الفيديو في شوية أسئلة أنا حلهم ينكتبوا على الدفتر وينبعتوا على الواتس. ماشي يا حلوين؟ نبدأ. قبل ما أبدأ أحكي عن إيش الفيديو، عن إيش وحدة اليوم، خلنا نحضر هذا الفيديو لأنه حيساعدكم تعرفوا وحدة 11 شو عنوانها. نبدأ. Share the sound. Today we will learn about pollution. Oh, you are not looking well. This is due to pollution. Well, what is pollution? Stinky stuff, trash, smoke, noise? Yes, all these things, and much more. Pollution is anything that makes the earth unhealthy and dirty. Air, water, and soil are all affected by pollution. Let's understand each type of pollution one by one. At first, هيك عرفنا إنه العنوان pollution بالضبط. أنا حضرت لكم هيك أغنية صغيرة عن الـ air pollution song. الله عجبتني كتير لأنها بتحكي عن كورونا فيروس وتلوث الهواء بسبب كورونا. نحضرها. اوكي، فالفيديو ان شاء الله اوضح لنا انه حتكون وحده 11 عن pollution. هي مكتوبه visiting a city بس هي بتحكي عن pollution. فنتذكر شو الكلمات اللي كانت بتحكي عن هذه الوحده. هذه الصوره كانت صوره ايش؟ اذا فاكرين هذه الصوره كانت صوره ايش؟ بالضبط، it's polluted street. polluted street، شارع ملوث. polluted, polluted adjective, ملوث. مالها في الصورة؟ واضح في الصورة إنه إيه؟ بالضبط. wait, 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 تنتظر. أها، بتستنى الطلبة يصلوا على الحصة. نيجي على اللي بعدها. شو مالها في الصورة هذا البسكليت؟ شو مالها الشمسية؟ نتذكر. It's a bicycle upside down in the river. إذا شو الكلمة؟ upside down, upside down, رأسا على عقب. Upside down. نيجي على الكلمة الصورة هذه. واضح في الصورة هذه مي ملوثة وهنا الهواء ملوث والسفينة والمدينة هذه كلها تلوث، فأكيد الكلمة pollution, 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 تلوث. It is a noun. صحيح. It is a noun. These are plastic bags. Plastic bags. فكلمة plastic. 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 Plasticky. It's an adjective. بالضبط. Plastic bag. It's an adjective. إذا أجت plastic لحالة تعتبر noun. بتنتين صح. Plastic.
نيجي على الكلمة على الصورة هاي، الكل طبعا بحب هذه الصورة، وهي يعد قرب العيد وأكيد كلياتكم حيصير معكم مصاري بالحجم هذا. It is money, money, money. It is a noun. بالضبط، مال، مال. نيجي على الصورة هذه، مبين إن هو إيه مروح من الشغل على البيت. هنا مكتوب في الصورة This meal is amazing. الوجبة لذيذة. We must come back to this restaurant, to this restaurant again. يجب أن نرجع. بالضبط، come back يرجع. come لحالها معناها يأتي، come back معناها يرجع، تعتبر verb. صحيح، come back يرجع، عكسها go. go عكسها go أو leave أو travel. شو هذه الصورة؟ وما لهم شو بيسووا في هذه الصورة؟ بالضبط، they are in a bank. هم in bank. bank مصرف. what does it mean bank؟ مصرف. It is a noun. صحيح. They are almost finished. يعني تقريبا خلصوا دهنت الصورة. ضايل شوي أبيض من هنا وشوي من هنا، بكونوا إيه خلصوا لوحة الإعلانات. فalmost almost almost معناها تقريبا، تعتبر adverb. صحيح، adverb. almost تقريبا. ما لهم في هذه الصورة؟ she's بالضبط، she's a tourist. بس إحنا في درسنا visitor, visitor, visitor يعني زائر، وطبعا تساوي tourist. visitor تساوي tourist. مال الشارع، ورق هنا ورق هنا. untidy بالضبط، untidy. شو يعني untidy؟ untidy, untidy غير مرتب، تعتبر adjective. صحيح، تعتبر adjective. عكسها tidy تساوي dirty, ugly. تنتم صح. ماله هذا الشارع؟ مش بس untidy الشارع، the city is dirty, it looks ugly. مش بس مش مرتب، ugly قبيح الشارع، مليان تلوث. so when a city is dirty، عندما تكون المدينة مليانة قذارة قذرة، it looks ugly تبدو قبيحة. ugly قبيح تعتبر adjective. صحيح، نيجي على الصورة هذه. بالضبط، traffic, traffic, traffic. what does it mean traffic؟ حركة السير. والترافيك جام ازدحام مروري. احنا معنا traffic تعتبر noun، زحمة السير أو حركة السير. stop smoking، هذه صورة ايش؟ أيوة، صورة كلمة stop. stop يعني قف، تعتبر verb. هذه صورة إيش إذا فاكرين؟ بالضبط، spend time. they spend time on the internet. في ناس spend time sleeping، في ناس spend time sporting، بيعمل sport، وفي ناس spend money. what does mean spend money؟ spend money يصرف المصاري، spend time يقضي وقته. فالكلمة spend، spend يقضي أو يصرف، ماشي، تعتبر verb. صحيح، هذه الصورة إيش إذا فاكرين؟ This is a modern building. This is a modern city. فالكلمة modern. Exactly. modern. modern. modern يعني حديث. بالضبط، تساوي new عكسها ancient. He is sitting in the center. مبين إن الرجل هذا في مركز المكان، في النص. وكل المكان هذا اسمه a shopping center. بالضبط، shopping center يعني مركز تجاري. فمركز إما معناها ميدل، في منتصف المكان، أو shopping center مركز تجاري. center 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 مركز. نيجي على الكلمة هذه، صورة. بالضبط، bridge 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 جسر، تعتبر noun، تعتبر noun. هذه صورة بريدج. هيك احنا راجعنا الكلمات، خلنا نراجع القواعد. وهي السؤال اللي أنا بدي إياه ينكتب على الدفاتر. share the screen. أنا نعمل stop share. sorry stop share و share the screen. هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة ينكتب على الدفتر. I can't read the book. لا أستطيع قراءة الكتاب. it is amazing.
عشانه حلو مش عارفة أقرأه. It is good عشانه جيد مش عارفة أقرأه. It is upside down إنه مقلوب. من وين عرفت الجواب؟ عشان كلمة I can't read مش عارفة أقرأه، لأنه الكتاب بالمقلوب. هدى isn't very kind. هذا درس لكويستشن تاج. اتفقنا نتطلع أي أول الكلام نتطلع وين الاسم؟ هدى. اتفقنا وين الفعل؟ isn't. خلنا أعلمه بلون، خلنا أعلمه باللون الأحمر مثلا. وين الفعل؟ isn't. وبنقلب نرسم إشارة المقص بنقلب. هدى الضمير جاهز؟ لا، قبل ما أطلع على الجواب بحله هنا تحت، قبل ما أطلع على الجواب ها نعمل بحله تحت قبل ما أطلع على الجواب عشان ما أتلخبطش. هدى الضمير جاهز؟ لا، يبقى أنا بدي أجيب الضمير من عندي، وإزنت هقلبها إز، فالجواب بده يصير بالضبط، بده يصير إز إزنت صارت إز، وهدى لأنه الضمير مش جاهز جبته من عندي. شي ليش ست هديل شي؟ لأنه هدى بنت. بعد ما بكتب الجواب هنا تحت بطلع وينها إز شي. أيوه هذه إز شي، يبقى مين الجواب السليم؟ إز شي. من وين عرفت؟ لأن أنا حددت هدى بعدين isn't وقلبتهم. منفي نثبته، مثبت بننفي. الضمير جاهز؟ لا، فأنا جبته من وين؟ جبته من عندي، جبت إيش؟ ضمير is she من عندي. اتفقنا؟ إذن الجواب is she. نيجي على السؤال اللي بعده. The children has read art. قبل ما تطلع على الإجابات أنا عرفت إنه هذا بده question tag. وين الاسم؟ ذا لحالها؟ خطأ، لا مش ذا لحالها، that children هي الاسم، كل هذا اسم نعمله باللون الأزرق. that children هذه مثلا أنا بديش أخليها هيك، خلنا نعملها باللون الأزرق عشان يكون حل زي اللي تحت. وين الاسم؟ that children. طب وين الفعل؟ عنا فعلين، بناخد الفعل الأول، بس بناخد الفعل الأول. الفعل عنا has. طيب نيجي بنقلب، والله بنعمل إشارة المقص. has بدي أكتبها هنا إيش؟ hasn't. بالضبط حكتبها hasn't لأنها مثبتة، أنا حكتبها منفية لأنه كلمة has مثبتة، أنا راح أكتبها منفية. ليش؟ لأنه هي مثبتة، أنا بدي أعمل عكس المطلوب، عشان هيك بنرسم إشارة مقص لأن أنا عامل عكس المطلوب. طيب that children الضمير جاهز؟ لا، that children جمع، الضمير ده أجيبه من عندي، that children بحكي عنهم they. إذا hasn't has صارت hasn't، و that children تحولت ل they. ليش؟ لأنه الضمير مش جاهز، that children صارت they. فإيش وينها hasn't they؟ هي hasn't they. إذا هذا هو الجواب. إذا بختارش إلا أحل، أشوف الحل قدامي عشان أختار صح ما غلطش. خلصنا درس الكويستشن تاج. ناخذ كيف لو انت بدك تكتبي لحالك، نكتبه لحالنا، نتذكر قلنا بنحدد احمد وين الاسم؟ احمد. وين الفعل؟ كانت. وين الفعل؟ كانت، مثلا اعطيه لون اخضر. طيب نيجي نقلب، كانت حتصير كان بالضبط، احمد الضمير جاهز، كانت حتصير كان. طيب أحمد الضمير جاهز؟ لا، أحمد اسم، بدي أحط الضمير من عندي، إذن الضمير هي. ليش؟ لأنه ولد، فالجواب كان هي. وين الاسم؟ أحمد. وين الفعل؟ كانت. قلبتهم، كانت صار مثبت منفية أثبتها. أحمد الضمير جاهز؟ لا، جبته من عندي، حطيت هي. ليش؟ لأنه ولد. نيجي على write correctly أو بكون كاتب لنا في الامتحان punctuate، يعني ضع علامات الترقيم. مليانة أخطاء الجملة زي ما حتى إنه البرنامج لحاله حاطط لي مليان أحمر 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 مليان أخطاء. نيجي نعمل نسخ لصق. أول غلطة في كلمة جميل، أول الكلام بنكبره بالضبط، أول الكلام بنكبره دائما، أول الكلام بنكبره، هي أول غلطة. تاني غلطة ولفش فيها حاجة فعل، فعل نمشي نمشي في عنا أيوة هي اسم علم، عندنا كلمة Saturday، حتى هو البرنامج كاتب لي انتبه هذا غلط، Saturday كبرنا الاسم العلم. ليش؟ لأنه من الأيام. جينا نمشي want غلط، واضح أنه want ناقصة حاجة، بالضبط want ناقصة الفاصلة. ليش؟ فاصلة الاختصار، فاصلة الاختصار بخليها فوق في السماء.
هي شو دخل هي؟ دائما إذا الجملة انتهت بضمير نعرف إنه الجملة انتهت بضمير، يبقى هذا question tag، يبقى ناقص أحط علامة استفهام وقبل want أحط فاصلة. ليش؟ إنه فيش جملة في العالم بتنتهي بضمير، يبقى هذا سؤال مدين، هذا سؤال مدين. ينفعش أحط نقطة وأقول لأنه جميل وهذه جملة، لا، بدي أحط علامة استفهام لأنه انتهت الجملة بسؤال مدين. نيجي زي ما حيجينا في امتحان نص الفصل، رتبي القصة، رتبي الرسالة. اتفقنا أول حاجة بدور على التاريخ، أول حاجة وين التاريخ في الرسالة هذه؟ هيو التاريخ نصيرات، هاي التاريخ، هاي صلاح الدين، قلنا العنوان قصدي، أول حاجة بندور على العنوان، عنا صلاح الدين وغازا، وبمسك العنوان وبحطه وين؟ بالضبط بحطه هنا، وبكتب عن صلاح الدين، أعملها نسخ وننساش نحطها نسخ، نحطها هنا نسخ، ونحط غازا. قلنا بنبدأ بالصغير وبنكبر، صلاح الدين، وهنا حطينا غازا. طبعا هيك سوري، طبعا هيك غلط، احنا اتفقنا انه العنوان بيكون على يمين الصفحة. بالضبط خلصنا العنوان، هي علمنا. بعد هيك قلنا بناخذ التاريخ، هاي التاريخ، بعلم التاريخ بناخده. بعد ما بنكتب العنوان تحتيه مباشرة بنكتب التاريخ، تحتيه مباشرة بنكتب التاريخ. اوبس سوري سوري، لازم نعمل نسخ. اوكي نسخ، لصق. فهيك خلصنا العنوان وخلصنا التاريخ وبلازم ينكتبوا على الشمال. بعد هيك ايش بنكتب؟ ديار مام، بنعلمها، ننسخها، بناخذها. طبعا ديار مام ما بتنعملش زي هديك يعني، ها دي بالضبط على اليمين، هنا على الناحية اليمين، هنا دير مام على الناحية الشمال، لأنه الإنجليزي خلاص بدي أكتب الرسالة. الحين بكتب، خلصنا العنوان، خلصنا التاريخ، نيجي نكتب بعديها دير مام، خلصنا دير مام نكتب الرسالة، هاي الحشوة تاعت الرسالة، أعلمها وأخذها أكتبها، نسخ لصق. هاي كتبنا الرسالة، إيش اللي ضل؟ ضل الخاتمة، نسخ، هاي الخاتمة ناخدها، love from your daughter، نسخ، هاي الخاتمة، برضو عن ناحية العنوان والتاريخ عن ناحية اليمين، أما الباقي كله شمال 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 شمال. ضلت آخر حاجة اللي هو توقيع البنت اللي كتبت الرسالة، اللي هي مين؟ اللي هي نور، مسكت نور، علمتها، نسختها، نسخ، بلصقها تحت. طبعا لحظة نور، أنا هيك طلعت معي إيش؟ أوبس سوري، لحظة نور طلعت معايا يمين في نص الكلام، نحط على الشمال، لأن اتفقنا كله شمال 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 ما عدا التاريخ والعنوان، وهيك بدها تنكتب الرسالة على الدفتر بنفس الشكل اللي انت شايفاه، نفس هذا الشكل تنكتب الرسالة على الدفتر بالترتيب هذا، العنوان والتاريخ على ايدك اليمين، والباقي كله ينكتب شمال 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 شمال، اتفقنا؟ وهذا اللي بدي ينكتب على الدفتر. وهيك خلصت حصة اليوم، وأتمنى أنكم فهمتوا الدرس تبع اليوم، رجعنا القواعد وكتبنا رسالة وتعلمنا كيف نرتبها ونكتبها على الدفتر. ماشي يا حلوين؟ ياريت ألاقي هذا الكلام مكتوب على الدفتر ومبعوث على الواتس. See you in the next unit. 1:12. يلا باي.